ذكرت صحيفة اسبورتس الأسبانية، وهي إحدى كبرى الصحف المختصة في أخبار فريق برشلونة الأسباني، أن النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي ما زال مطلب المدرب تشافي مدرب برشلونة. وذكرت الصحيفة أيضا أن تشافي يطالب إدارة برشلونة بقدوم زياش إلى ملعب الكامب نو كأول صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي القادم. الجدير بالذكر أن لابورتا رئيس برشلونة كان قد أعلن في تصريحاته السابقة أن إدارة ناديه فعلت كل ما في وسعها لجلب النجم المغربي حكيم زياش في الميركاتو السابق، ولكن تعنت إدارة تشيلسي جعل الصفقة لم تكلل بالنجاح. من المتوقع أيضا أن إدارة تشيلسي لن تستغنى عن الساحر والمبدع المغربي حكيم زياش بمبلغ أقل من 65 مليون يورو، ومن المتوقع أيضا أن إدارة برشلونة ستوافق على دفع هذا المبلغ من أجل الساحر المغربي، خاصة بعد حل الأزمة المالية الطاحنة والكبيرة التي كان يعاني منها العملاق الكتالوني فريق برشلونة في السابق. وفي سياق متصل أيضا، تشيلسي يبحث عن بديل لرحيل حكيم زياش المتوقع في الصيف. ذكرت تقارير قوية جدا أن تشيلسي انضم لسباق التعاقد مع جناح أياكس أنطوني، ومن المؤكد أن تشيلسي سيواجه منافسة قوية جدا للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، وسط اهتمام قوي جدا من أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد. أيضا أرقام اللاعب أنطوني هذا الموسم مع فريق أياكس أرقام رائعة جدا جدا جدا، حيث سجل 11 هدف وقام بعمل 8 اسيستات. ان شاء الله نتقابل على خير في حلقات قادمة. دمتم في خير دائما.